السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم التعايش السلمي في العالم وبشكل خاص في إثيوبيا. ومعنا في استديوهات قسم اللغة العربية أحد الضيوف أو ضيوف البلاد في إثيوبيا، نرحب بالدكتور فايد بن محمد بن سعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتوري الفاضل، وحياكم الله وبياكم في بلدكم إثيوبيا. حياكم الله وإياكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للتلفزيون الإثيوبي قسم اللغة العربية. والحمد لله نحن على أرض الهجرة الأولى قبل المدينة، وسعداء بأن نكون في هذا البلد الكريم المبارك. ونبذة مختصرة عن الدكتور فايد بن محمد بن سعيد، هو إمام وخطيب المسجد المركزي والأمين العام لهيئة الفتوى والشؤون الإسلامية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن، وطلب العلم الشرعي وتخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الكتاب. له العديد من المؤلفات والمساهمات العلمية، القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في الذاكرة الإنسانية، وقد تم اختيار هذا الكتاب ضمن 3 كتب تم تحكيمها ضمن قائمة 500 أكثر المسلمين تأثيرا في العالم. وكتب البابا فرانسيس باب الفاتيكان إشادة بالكتاب، والكتاب منشور ضمن التحكيم الذي كلف به الدكتور. وكذلك هناك العديد من المشاركات والندوات والمؤتمرات والمنصات العالمية التي شارك فيها الدكتور فايد بن محمد بن سعيد. شارك في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك حول دور الأديان التعليمي لمنع النزاعات وإحلال السلام، وشارك كذلك في برنامج صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء ليالي رمضان في عام 2016، كما شارك في الدورة 25 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وشارك في مؤتمر 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية. له العديد من المحاضرات التي ألقاها في كبريات الجامعة العالمية في بريطانيا وكندا وتركيا وماليزيا والمالديف كذلك. له العديد من العضويات في الهيئات والمؤسسات، مستشار شؤون الفتوى للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في جنيف، عضو المجلس الأوروبي للقيادات المسلمة، المستشار الديني الأكاديمي للأكاديمية الإفريقية للدراسات الدبلوماسية، وكذلك عضو المكتب التنفيذي ونائب الأمين العام في المجلس التنفيذي في المجلس التنسيق للتحالف المساجد والقيادات الإسلامية في أوروبا. نرحب باسمكم مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور فايد بن محمد بن سعيد، أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. في بداية أولا قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع، نريد أن نأخذ انطباعك ومشاعرك، كيف رأيت البلد واستقبال الناس لكم؟ هذا بلدي الأول مكرر، ولله الحمد ما رأيته في هذه البلاد يثلج الصدر. تقدم كبير جدا على المستوى الثقافي الاجتماعي المعماري، وكذلك حللت بين أهلي وأحبتي، وتعود بي الذكريات إلى مرحلة الطفولة وما بعدها، الذكريات يعني مرحلة الطفولة وما قبلها. حتى يعني أنا خرجت من أديس أبابا عام 89 و900 و1000 من الميلاد إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وسبحان الله يعني قدمت من أسمرة إلى أديس، وسبحان الله الآن عندما أعود إلى البلد هذه الزيارة الثانية خلال في نفس السنة، يعني سبحان الله البلد تطور كبير. بعد كم سنة يعني أتيتم فضيلة الدكتور؟ أنا أتيت سيدي بعد في سبتمبر الماضي، أتيت لهذه البلاد من سنة 91، يعني تقريبا أكثر من 30 سنة.
وليست تلك البلد التي أعرفها تماما. نعم. تغير للأفضل. نعم. والأحسن والأجمل في رقي في رفعة. أنا سعيد بما أشاهد، وكذلك حتى الانفتاح الموجود في السابق لم يكن هذا موجودا، حتى الانفتاح الموجود. هذا بلد عظيم، تاريخه عريق. نحن إذا ما تأملنا في مرحلة الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رفضها أهل مكة، استقبلتها الحبشة بمستوى رقي قل نظيره. ويكفي شهادة لهذا البلد ما قالته أم سلمة رضي الله عنها، قالت يعني عاشوا في جوار النجاشي وجاوروا النجاشي، قالت فيها، قالت رضي الله عنها لم يجدوا فيها أو لم يؤذوا فيها لا لفظا ولا منطقا، عاشوا فيها معززين مكرمين. اليوم هذا الأمر مقبول نعمة مع التعايش الموجود في العالم. نعم. لكن لك أن تتخيل نحن نتحدث على 1400 سنة، هذه البلاد استقبلت الناس بديانة رفضها أهل بلدها. نعم. لغة مختلفة، ثقافة مختلفة، رحبت بهم قبل قوانين الأمم المتحدة منحت اللجوء. هذه البلاد، هذه بلاد عريقة، تاريخها عريق، الإسلام عريق، والمسيحية عريقة أيضا في هذا البلد. عندما ترى الآن حتى قراءة الكتاب المقدس باللغة الجئزية، وكأنه يعني كأنه تحدث بها عيسى عليه السلام. نعم. وكيف كانت المقدرة لترجمة نصوص دينية معقدة في ذلك الوقت؟ هذه بلاد ذات حضارة عريقة جدا، وشرف لنا الانتماء لهذا البلد ولهذه المنطقة. نعم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا فضيلة الدكتور، ولا يسعني إلا أن أقول بعض الكلمات حتى أوفيكم حقكم. أشرق النور وبانا، مرحبا بمن أتانا أيها الدكتور، لكم في القلب مكانة. أهلا وسهلا باسم كل الشعب الإثيوبي وخاصة المجتمع المسلم، أحييكم وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في بلدكم كما قلتم آنفا. نحن نتدارس أو نتكلم نتحاور عن التعايش السلمي في العالم، وكذلك خاصة في إثيوبيا. نحن الآن يعني في هذا العالم الذي فيه كثير من التحديات، كثير من المشاكل والعراقيل، لكن يأتي التعايش السلمي بين كل أطياف الأديان أو بين الأفراد والمجتمعات. كيف ترون التعايش السلمي بحكم خبرتكم ومكوثكم في أوروبا وتحديدا في المملكة المتحدة في بريطانيا؟ أولا أذنت لي سيدي، دعني أعود بك إلى مفهوم التعايش. مفهوم التعايش هو استجابة لإرادة الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله عز وجل لجعل البشر كلهم لونا واحدا. صحيح. ولغة واحدة وثقافة واحدة، بل حتى معتقدا واحدا. صحيح. ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى، الله شاء هذا التنوع. والتعايش لا يكون إلا بأن الإنسان أن يتمتع بنوع من الحرية. وإذا ما جئنا إلى هذه القرآن الكريم، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. نعم. أليس كذلك؟ بلى. الآية التي تليها مباشرة لا إكراه في الدين. الدين قد تبين الرشد من الغي، مباشرة بعد أعظم آية، وهذا كلام الله عز وجل. صحيح. فيها إشارة مهمة. من أجل ذلك سبحان الله الإسلام من بدايته، المسلمون في مكة كانوا أقلية. صحيح. ضمن أغلبية مضطهدة ومعذبة. المسلمون لم يقاتلوا قريشا، إنما هاجروا منها إلى الحبشة. الحبشة ثم هاجروا منها إلى المدينة. حتى في المدينة المسلمون كانوا أغلبية في مجتمع يعيش فيه مشركي العرب، يعيش فيه اليهود. نعم. ويعيش فيه أيضا فئة أخرى عجيبة قال الله فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل حتى المنافقين بمعاملة الآخرة، بل حتى حماهم حتى لم يعرف بهم. فالتعايش ضرورة. وأنا أتذكر عندي مقال نشر سابقا سميته التعايش ضرورة حياتية ومطلب ديني. هي ضرورة حياتية ومطلب ديني. وسبحان الله نحن كبشر سيدي ضمن النداءات الموجودة في القرآن الكريم
خمس مرات ينادي الله عز وجل يقول يا بني آدم يا بني آدم، حتى الله في هذا النداء هو لي لأخي حسن، نعم، لأخي خلف الكاميرات، نعم، لكل الناس، صحيح. يذكرنا ربي أن لنا أبا واحدا اسمه آدم. هذا النداء يجعلنا أقرب ما نكون. وهذا دين أيضا عظم من مكانة الإنسان. قال ربنا عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل كرمنا المسلمين، صحيح. دين قائم على هذا المعنى، فبالتالي هذه ضرورة حياة أن نعيش. وإذا ما عدنا بالذات في هذا البلد، هذا البلد نموذج التعايش فيه فاق الجميع، حتى اللغات الموجودة عندنا، صحيح. اللغة الجئزية، التواصل الحضاري اللي كان موجود في الحبشة، التواصل بالأديان الأخرى كذلك. سبحان الله، نحن نتحدث عن الإمام النجاشي وحق لنا أن نفخر به ونتحدث عنه، ولكن هل كان من الممكن أن يكون قبول للصحابة لو كل الشعب شعب الحبشة لم يقبلهم في ذلك الوقت؟ هل هذا شيء كان ممكنا؟ أنا أسألك، نعم. أنا غيرت الدور يعني، هل كان هذا شيء هذا ممكن؟ نعم. هل كان سيكون إذا كان الشعب رفض وجود المسلمين، هل كان بالإمكان أن يعيشوا في هذه البلاد؟ لا، ما كان بالإمكان. إذن معناها الملك من ابن بيئته، صحيح، بيئة متقبلة للآخر، حتى وصف الله عز وجل قساوسة تفيض أعينهم من الدمع، وحتى قال الإمام الرازي في الامتداح الذي ورد للنصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، قال هذا للنصارى الحبشة. فأنت تتحدث إذا التعايش أصله ومنبته ومنبعه، صحيح، في وقت لم يقبل بالإسلام أحد قبلته الحبشة. النصرانية المسيحية دخلت إلى أفريقيا من هذا الجانب، وكما قلت آنفا يعني تعمقوا في فهم ذلك الدين وترجموه بلغتهم، وسبحان الله إلى ترجمة اليوم كم نحتاج إلى لترجمة نص من النصوص؟ نحتاج الوقت الكثير. في ذلك زمن ترجموا الإنجيل، العهد القديم والعهد الحديث وكل المزامير وغيرها. فالتعايش هذا بلده وهذا أصله، يعني هو التعايش بدأ من فترة النجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده، أرض عدل وصدق. فبدأ التعايش من ذلك، من تلك الفترة أو الحقبة الزمنية. هو كذلك، وحتى سبحان الله لو شئنا الحبشة أدخلوا بعض المفاهيم، نعم. حتى يعني عند علماء اللغة الذين يقولون، بعض العلماء الذين يقولون بوجود كلمات غير عربية في القرآن الكريم تعربت، يعني كلمة المنبر، كلمة المشكات حبشية. نعم. هكذا قالوا. وأيضا حتى التأثر الحضاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أم سلمة عن المعمار وغيره، وكذلك حتى الحديث اللي عندنا أن الحبشة رخصوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبوا بالرماح في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثقافة، في يعني أنت تتحدث عن بيئة عظيمة فيها من الانفتاح، بيئة تمثل للإنسانية مشعل نور وحضارة. معناها دور الحبشة كان في التعايش السلمي من عهد النجاشي. كيف نستطيع أن نعطي أمثلة حية، نأخذ منبع هذا الدور الحبشي الذي كان في عهد النجاشي ونجعله على أرض الواقع أمثلة حية للتعايش السلمي؟ الآن نحن يعني العالم يضج بالكثير من الأديان وكثير من يعني الأفكار وكثير من يعني العقائد التي موجودة في العالم، كيف نستطيع نكون في بيئة واحدة في بلد واحد يكون التعايش السلمي رغم الاختلافات التي موجودة لدى الناس؟ سيدي، أولا سبحان الله، نحن نعود إلى التاريخ، لكن حتى الواقع المشاهد الآن، نعم. أنا نشأت يعني حتى عندما نشأت كان عندنا أناس من جنسيات مختلفة، صحيح، لغات مختلفة، انصهروا في وسط هذا الشعب، صحيح، والشعب هذا يحب الضيف ويكرم الضيف. فإذا كان يكرم الضيف يتعلم لغة الضيف عادات الضيف، فما بالك فيما بينه؟ صحيح. نحن اليوم أيضا العالم تغير واختلف تمام الاختلاف.
اليوم يا سيدي العالم يتحدث عن قيم كونية. صحيح. ما يسمى باليونيفرسال فاليوز، قيم كونية. اليوم العالم أصبح يعني التحديات التي يواجهها الإنسان، على سبيل المثال من كان يتخيل أن كورونا ستأتي وستوقف المطارات، ستوقف الاقتصاد، ستوقف الحياة؟ هذا تحدي كان لكل البشرية، عرفنا أننا بحاجة، وهي من أسباب وجودنا على هذه الأرض. صحيح. القرآن الكريم حدد لنا 3 أهداف من وجودنا في الأرض: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لعبادتي، وكذلك لإعمار الأرض واستعمركم فيها. صحيح. وكذلك الله عز وجل جعلنا خلفاء. يعني ما معنى الخليفة؟ أنا مستأمن على الزرع وعلى الضرع وعلى الكيان وعلى الإنسان. تعظيم قيمة الإنسان، احترام الإنسان كإنسان. صحيح. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قام لجنازة يهودي، قال لنا جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ نفسا. صحيح. يعني نفس تستحق الاحترام. وهذه البلاد لغاتها المتعددة، ثقافاتها المختلفة، هذا منبع جمال، هذا التنوع جمال. تخيل أنك دخلت إلى بيت كله لون واحد، على أي شيء تتأمل؟ صحيح. لا يمكن. ولكن سبحان الله، يعني الجمال هو دائما في التنوع، وأنها سنة كونية. سنة كونية. صحيح. سنة كونية. لو شاء الله عز وجل، لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، إذن مشيئة الله اقتضت أن تختلف ألسنتنا. صحيح. ولغاتنا وتقاليدنا وعاداتنا وكل وهذا التدافع الموجود بين الناس، لأننا محتاجين. صحيح. إلى بعض. وإذا ما عرفت أنا محتاج إلى أخي، وأخي محتاج لي، ومحتاج لأختي، ومحتاج، هذا مجتمع كله متكامل، وبالتالي أن نعيش بسلام. أنا سبحان الله يعني أستأذنك، أول ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الخلفية التي خرج منها، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مهاجرا طريدا، قتل أصحابه، عذب تعذيب لفظي وجسدي وإيذاء. أول ما وصل إلى المدينة، الناس ينتظرون منه رسالة، لم يتحدث عن معاناته. صحيح. لم يتحدث عن ألمه، إنما تحدث عن المستقبل وتحدث عن المجتمع ككل. رسالته لم تكن لأتباعه من المسلمين فحسب، هذا ما هو رواه لنا عبد الله بن سلام الحبر اليهودي، كان يهوديا ذلك الوقت. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، والمتأمل لمعنى أفشوا السلام، معنى اجعلوا السلام ثقافة وشعارا كذلك، شعار. صحيح. وثقافة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، لأن السلام لا يكون إلا إذا وجد العدالة الاجتماعية. صحيح. إذا كان وجد الفقير والمحتاج، السلم لم يكتمل. قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، عبادتك اجعلها يعني خصوصية العبادة، لكن المشترك العام بين الناس. ونحن محتاجون إلى هذا، محتاجون لبعث وإحياء هذا الشعار، شعار إفشاء السلام وإطعام الطعام، شعار الإحسان إلى الناس. التأمل، وهو شعار إنساني دكتور، شعار إنساني. عفوا على قطع كلام. نعم. هو عدالة اجتماعية وشعار للإنسانية. نعم. بدون ذكر الأديان، بدون حقاً. ذكر الألوان وأجناس الناس. نعم. نعم. وهو هذا، لأنه سبحان الله أنا مسؤول. صحيح. سبحان الله، يعني في القرآن عندما يتحدث المولى جل في علاه: وقولوا للناس حسنا. نعم. ما قالش للمسلمين، قولوا للناس حسنا. كذلك سيدي، من قوام التعايش السلمي هو الاحترام المتبادل. صحيح. هذا الاحترام المتبادل، وسبحان الله هذا الشعب، هذه الثقافة موجودة عنده، حتى طريقة التحية. نعم. طريقة السلام. نعم. لا تجد إنسان يسلم عليك بيد واحدة، يسلم عليك بيدين. هذه ثقافة هذا الشعب. صحيح. فتعزيز الثقافة، تعزيز هذه الثقافة، وكذلك العمل المشترك. دائما حماية السلام لا تكون إلا بالبناء. صحيح. الاجتماعي. صحيح. أن ننجز أعمال سويا مع بعض.
صحيح. هل هناك أمثلة حية مثلا كخبرتكم أنتم العديد يعني تزورون العديد من البلدان والمدن كذلك، هل هناك أمثلة حية نستطيع، أنتم ضربتوا لنا أمثلة في عهد النجاشي، الآن هنا في عهدنا المعاصر أو في عصرنا هذا هل هناك أمثلة يعني تعطي للتعايش السلمي قيمة ومكانة كبيرة؟ طيب أنا أقول لك شيء الآن، لن أذهب بعيدا، اذهب إلى جنوب أفريقيا، الاضطهاد الذي عاناه السود لسنين طويلة جدا، صحيح. المعاناة عندما حلوها بالحل السلمي ماذا كانت النتيجة؟ رواندا قصة تحتاج إلى كثير من التأمل. تفضل. التطهير العرقي في رواندا، أكثر من 1,000,000 إنسان ماتوا، وأنا هنا أرى سبحان الله النموذج المنتصر لم يفعل ما فعله المهزوم، نشر السلم والثقافة والعفو. ولهذا سبحان الله عندما تحدث مولانا جل في علاه في سورة آل عمران، تحدث ربنا سبحانه وتعالى قال الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها، قال أعدت للمتقين. صحيح. طيب ما هي صفات هؤلاء المتقين؟ أول صفة قال الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه المشاركة أطعام الطعام. نعم صحيح. يعني نحن لا نطالب فقط الغني أن يعطي، حتى الفقير أن يشارك من هو أقل منه. الذين ينفقون في السراء والضراء، الصفة الأولى صفة المتقين. الصفة الثانية الكاظمين الغيظ. كثير من جراحاتنا وألامنا ناتجة من عدم قدرتنا على كظم غيظنا. صحيح. الإنسان عندما يغضب يفعل أشياء، يتصرف بأشياء، يقول كلام سنة لا يمكن أن تضيق ببعضها البعض، وهذا بلد كبير وعملاق وتاريخي وحضاري كريم معطاء، يجب هذا أن ينعكس فيما بين الشعوب. رواندا هذه القريبة، حتى الاتحاد الأوروبي كيف شكل، يعني فكرة الاتحاد الأوروبي فكرة غريبة جدا، يعني الإنسان ممكن يفطر في أمستردام عاصمة هولندا ويأكل الغداء في ستوكهولم، أزالوا الحدود مما بينهم. صحيح. هم توحدوا، هذه الشعوب سبحان الله نحن فيما بيننا نضيق على أنفسنا. نعم. نحن ندعو صحيح الحفاظ على الحدود الوطنية، لكن كيف يتعايشون؟ بريطانيا نفسها المملكة المتحدة، هي ممالك متحدة لها حكومات. نعم. لكنها توحدت. تحدث صحيح. بالإمكان إذا القواسم المشتركة التي تجعل الناس يحيون في وطنهم بأمن وسلام وباحترام متبادل، إن شاء الله نتمنى أن تكون هذه الأمثلة التعايش السلمي على أرض الواقع، وأن يكون السلام كما قلتم شعار وثقافة الناس يتخذونها في حياتهم وفي كل أمور يعني أعمالهم. فضيلة الدكتور، كيف ترى دور الحبشة؟ طبعا الحبشة قديما كانت السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وكذا، الآن كيف ترى دور الحبشة في الحضارة الإنسانية؟ ماذا تعطي هي الأدوار لهذا العالم، وهل لديها تأثير في الحضارة الإنسانية؟ الحبشة لها دور كبير وحضاري في الحضارة الإنسانية ككل، يكفي أنها مشعل نور في التاريخ الإسلامي، ولكن ما قدمته الحبشة لم تكن مسلمة في ذلك الوقت، كانت الحبشة النصرانية التي ناصرت المسلمين. نعم. والعطاء الحبشي كان موجود، امتد إلى اليمن وإلى غيره، حتى اليوم، حتى إلى يومنا هذا هذه اللغات تدرس، ثقافات أهل هذه البلد الذين نشروا الخير أينما حلوا، الانضباط الذي يعرف به أهل هذه المنطقة انضباط عجيب جدا. نعم. يعني الخروج عن القوانين نادر، وشعب أليف يألف غيره ويؤلف. نعم. والآن أيضا عليها دور كبير كل هذه المنطقة، كما تفضل الحبشة كان اسم يعم كل هذه. نعم. المنطقة إريتريا، إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، حتى يقال أنه كذلك البشرة السوداء كذلك. نعم. الحبشة. نعم. نعم نعم. وسبحان الله يعني حتى الاسم نفسه يعني من الخلط، يقولون أن الحبشة كلمة معناها الخليط،
ولهذا حتى في ملامحنا ترى هذا الخلط. صحيح. في ملامحنا هذا الخلط يرى، حتى في يعني لمسة شعر الإنسان من هذه المنطقة. دورنا يا سيدي أن نحيي الدور الذي قام به الأباء والأجداد المؤسسون. يكفي هذا البلد لم يستعمر، ليس هذا شيء يعني مدعاة للفخر؟ بلى. هذا البلد كانت له صناعة وكانت له ممالك، لها تاريخ. أظن أنا أدعو أولا إلى المصالحة مع التاريخ. المصالحة مع التاريخ، إحياء كل ما كان في هذا البلد. في أشياء تتفق مع أشياء تختلف معه، لكن هذا تاريخي، جزء مني، جزء من حياتي، مكوني الأساسي. كذلك سيدي السلام والاطمئنان النفسي. صحيح. هو مقصد كل شيء. ولهذا في سورة قريش ختم ربي سبحانه وتعالى بقوله فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن محتاجين إلى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صحيح. الأمن الغذائي والأمن النفسي. صحيح. هذه حاجة. كذلك إعطاء الفرصة للشباب، يعني يجب أن نقبل أن يقودنا أبناؤنا. صحيح. الذين رأوا الحضارات الأخرى وتثقفوا، لأن الحضارة الإنسانية جزء لا يتجزأ. صحيح. نحن نستفيد من غيرنا، غيرنا يستفيد منا، عندنا تاريخ، يجب أن نفتح بلادنا للسياحة. صحيح. سيدي يعني هنا معالم سياحية يجب أن تزار، وأنا أدعو أن يفتح سبحان الله يعني بإذن الله تعالى معالم الإمام النجاشي للناس كبلد متحف خاص، يعني كبلد أول. صحيح. كبلد أول صليت فيه الصلاة آمنين. في مكة لم يكونوا الناس آمنين، كانوا يصلون في دار الأرقم. هنا كانوا يصلون في فضاء مفتوح. كذلك يعني سبحان الله أيضا حتى الناحية الفكرية. صحيح. يعني في ذلك الوقت النجاشي كان يتحدث معهم بالعربية وسمعوا القرآن وبكوا منه. يجب أن لا ننغلق، يجب يكون هناك انفتاح، انفتاح على كل الحضارات الأخرى والاستفادة والاعتزاز بالحضارة والثقافة الموجودة. ونحن مقبلون على خير كبير بإذن الله، خير كبير بإذن الله. أنا يعني لم أكن أتوقع في حياتي أن أرى ما أراه الآن أبدا. نعم. لم أكن أتوقع أن أرى ما أراه الآن، وفي هذا كفاية. أنا يمكن أن يخط الناس تحتها خطوط. نعم. هذه البلد تغيرت تغير كبير جدا، مساحة الحرية، الانفتاح الناس، وحتى التطور. نعم. كيف ترى التعايش السلمي الآن بين المسلمين والمسيحيين؟ تجد الآن في مسجد الأنوار وأمامه كنيسة جنبا إلى جنب، وهناك تعايش سلمي يعني يخبطه علينا كثير من الناس. كيف تجد هذا التعايش السلمي؟ ما هي العوامل التي نؤسس منها العوامل، يعني عوامل التعايش السلمي، وأحدها التعليم، الثقافة، السلام، الإعمار كما قلتم وما كما ذكرتم؟ يعني سيدي أولا سبحان الله يعني هذه البلاد كان فيها من زمان المساجد والكنائس. نعم. جنبا إلى جنب. جنبا إلى جنب. نعم. والاحترام الموجود. نعم. أتذكر حتى في طفولتي كان يعني الناس تقف مع بعضها البعض في الأفراح والأتراح. نعم. وهذه من الأهمية بمكان أيضا. يعني هذا الشعب أقول صراحة والله لا يحتاج إلى توصية ولا إلى نصائح. صحيح. ما يحتاج إليه هذا الشعب هو تعزيز هذه الثقافة، وكذلك أيضا سبحان الله أن نكون أكثر ذكاء، الاستفادة من المعطيات، والتركيز على الإعمار. صحيح. التركيز على الإعمار. من كلام الإمام مالك رحمه الله كان يقول ليس المراء من الدين في شيء، الجدل. نعم. وأحيانا الجدل العقيم في أشياء لا فائدة. نعم. منها. نعم. دعونا نبني، نعمل، نصنع، نؤسس، تكون في أقسام للعلوم الإنسانية تذكر كل هذه الحضارات. صحيح. كان في مرحلة فيها غيبة لتاريخ مهم من تاريخ الحبشة. نعم. تاريخ المسلمين والنجاشي وهذا ما كان يتحدث عنه في طفولتي، ما رأيت ذلك. لكن نعم. اليوم
هذه الثقافة يعني الاستفادة، هذه معطى ثقافي، معطى حضاري. كذلك سبحان الله أن ندعو الناس أن يفهموا، يعني اللغة الجئزية هذه لغة عظيمة جدا، لغة قوية جدا، في علماء اللسانيات يهتمون بها. أنا أيضا أدعو المسلمون أن يتعلموا هذه اللغة. صحيح. يعني أنا عندما كنت أدرس في الجامعة الإسلامية، والشكر لشيخنا الدكتور بروفيسور محمد يعقوب تركستاني، طلب مني أن أتعلم هذه اللغة. نعم. وكتب لي رسالة، وأتيت من المدينة المنورة لتعلم هذه اللغة. هذه لغة الثقافة. والناس لو تأملوا فقط، حتى لو خرجنا من بوتقات أخرى، نعم، كيف تمكنوا من ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الجئزية؟ إلى اللغة الجئزية. صحيح. يعني هذه معناها كانت لغة متطورة جدا. صحيح. نعم. لغة عظيمة جدا. صحيح. لغة عندها إمكانات واسعة. هذا اهتمامنا بهذا، أن يهتم بها أيضا حتى المسلمون، لأنه في خوف يقول لك هذه لغة كنيسة، إذا قرأتها سأكون نصراني. لا يا سيدي، لن تكون. هذه لغة عظيمة. وحتى هذه الديانة المسيحية ديانة من الديانات التي يعني كان يعتنقها النجاشي. نعم نعم نعم. وكذلك يعني الإسلام هو امتداد، ليس إلغاء. صحيح. المسلم يبني لا يلغي. صحيح. لن يكتمل إيمان المرأة حتى يحب عيسى عليه السلام، حتى يحب مريم عليه السلام. ومريم هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن أكثر من 20 مرة. سبحان الله. المرأة الوحيدة وأكثر من 20 مرة، وخصصت لها سورة. سيدي، إن أخذت نسبة وتناسب من 114 سورة، عندك سورة واحدة، كم هذه نسبتها؟ والمرأة الوحيدة المذكورة في كتاب الله بالاسم. نعم. يعني يجب أن نستفيد من هذه المعطيات، وأيضا الاستفادة من هذه الأجواء الموجودة. صحيح. كيف نعكس هذه الأجواء الموجودة الآن؟ دور الحكومة ودور المجتمعات ودور المؤسسات الإسلامية وغيرها من المؤسسات الخاصة في يعني فهم قيم ومكانة التعايش الإسلامي. سيدي، التعايش شيء أساسي، لا يمكن أن نعيش، نحن لم نخلق. نعم. كل منا إذا لولا التعايش كل منا لطلب أن يكون له عالم لوحده يعيش فيه كما يريد. نعم. لكن أنا يعني لابد أن أعيش مع الناس. وتعرف بعض الأحيان وضع الاعتبار، وهذا مصطلح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصطلح عجيب. يعني عندما فتح الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، يحدث السيدة عائشة حديث عام، يعني لولا أن قومك حديث. نعم. عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. عائشة، ما الذي يمنعك من ذلك؟ أنت سيد مكة وسيد الجزيرة وسيد، ما الذي يمنعك؟ الذي منعه أن قريش كانوا حديث عهد بكفر. يعني لو فعل، لو مع أنه صحيح هدمها، لكن ترك الأصح لوضع الاعتبار للناس. يجب هذا المفهوم أن يكون ممثلا عندي. صحيح. عند أخي حسن، عند كل الناس، وضع الاعتبار. الكلمة أمانة، ما أقوله يجب، كل كلمة أقولها يجب أن أفكر في أثرها وتأثيرها على كل الناس. بهذا تبنى الأمم. صحيح. الأمة التي تحترم بعضها البعض، تعرف وقع الكلمة وأثر وقع الكلمة، الأمة تتطور وتكبر. وأنا أيضا هنا أجدها مناسبة. نعم. لأشيد يعني قبل نهاية البرنامج إن شاء الله. طيب. أجدها مناسبة لأشيد بفضيلة الشيخ الدكتور حجي إبراهيم، هذا الرجل الكريم العظيم المبارك، حقيقة كلما التقيته في الخارج يمثل بلده ويحمل هم بلده ويتحدث عن المسلمين وغير المسلمين أيضا. صحيح. يعني التقيت به في معالم دولية وله تأثير وحضور، وما يقوم به الدور في هذه المؤسسة المباركة، المجلس الأعلى، وكذلك الدكتور خضر جيلان المفتي، والجامعة الفتية. نعم. جامعة مينيسوتا التي سيتخرج طلابها غدا أيضا. هذه مؤسسات إن شاء الله تسهم بإذن الله تعالى لتكون جزء
مكمل وموسع وخادم لمجتمعه ولوطنه ولبلده ولأهل بلده. بلادي هذه يجب أن تكون، هذا يجب أن يكون شعارنا كلنا، أهل وإخوة ومجتمعات واحدة. الدكتور فايد بن محمد بن سعيد، شكرا، ضيف بلادنا هنا في إثيوبيا وأتيت إلينا، شاكرين ومقدرين لك وقتك الثمين ووقتك الضيق، لكن أثريت هذه الحلقة، حلقة التعايش السلمي في العالم وفي إثيوبيا خاصة. كل الشكر باسم المجتمع الإثيوبي وخاصة المجتمع المسلم، نقول لك مرة ثانية أهلا وسهلا في بلدك وجزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات وحوارات أخرى إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدين الكرام، وفي نهاية برنامج حوارات كانت هذه الحلقة شيقة وممتعة، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه الحلقة مع الدكتور فايد بن محمد بن سعيد، جاءنا من المملكة المتحدة من بريطانيا، وأخذنا منه هذا الوقت الثمين ليعطينا هذه الإفادات وهذه المعلومات القيمة والثمينة. وأنا أظن أن الدكتور يحب المجتمع الإثيوبي وكل المجتمعات التي موجودة في الخارج. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، نلتقيكم في حوارات أخرى، وكنت معكم حسن أحمد، وإلى اللقاء ودمتم بخير.